أثناء انتخابات ديال 2011 قربوا، اش يمكن تقولي لي على الحركة الشعبية؟ حزب الحركة الشعبية اللي رمز ديالو السبولة تأسس هذه 54 سنة، هو حزب ليبرالي محافظ. الأمين العام ديال الحزب هذه 17 سنة هو محمد العنصر اللي في عمره 69 سنة. معدل عمر أعضاء المكتب السياسي هو 56.1 سنة. الحزب عنده شبيبة سميتها الشبيبة الحركية. وشنا هي التمثيلية السياسية ديال الحزب؟ حزب الحركة الشعبية جاء في الرتبة الثالثة في انتخابات 2007 ب 41 مقعد، أي نسبة 12.6%، وعنده وزيرين في الحكومة الحالية. وشنو هي أهم الشخصيات البارزة ديال الحزب؟ محمد العنصر 69 سنة اللي هو وزير دولة، محمد أوزين 42 سنة، الحسن حداد 51 سنة، حكيمة الحيطي وفاطمة الكحيل. وإلا بغيت نعرف معلومات أكثر، شنو هو السيت ديال الحزب؟ الموقع ديال الحزب هو الحركة.ما، موقع بالعربية والفرنسية، غني وحديث، فيه مقالات وفيديوهات.